أنا كنت في زيارة مؤخرا للدكتور عبد الرحمن الصميت، لجنة مسلمي إفريقيا، ولاحظت أنه أي مؤسسة خيرية بعد 2001 هي محاصرة تماما كالقدس. يعني هناك جدار عازل يحيطها بنكيا، ماليا، نفسيا، اجتماعيا. وأنت في الأعمال الخيرية، ألم تلحظ أنه أولا احنا حتى العرب هناك يعني شجاعة موسمية، يعني احنا نشجع يوم وننام 360 يوم. ثانيا حتى البنوك، مش الأجنبية، حتى البنوك الإسلامية تحت الضغط، قد تقطع عليك حساباتك البنكية للتبرع إلى يتيم في القدس أو إلى يتيم هنا أو هم هناك. يحاولون، ولكن عندنا في الكويت علماء وشيوخ لا يشك في وطنيتهم وفي إخلاصهم، مثل الشيخ يوسف جاسم الحجي أبو يعقوب حفظه الله، رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية، ومثل عبد الرحمن الصميط وكثيرون غيرهم، وعلي عبد الوهاب رحمه الله، من عمد الخير في هذه البلد، ومن الذين وقفوا وقفة رجولة أيام الغزو، ومن المقربين إلى رجال أصحاب القرار، وهم ومن الأمناء، والناس يحبونهم ويثقون بهم، ولو تأتي كل دول العالم تضغط لن يتراجع هؤلاء عن قيادة سفينة الخير إن شاء الله. إن شاء الله. وفي السعودية يوجد مثل هؤلاء، وفي قطر، وفي كل مكان. نعم. الفلسطيني في الكويت كيف حاله يا شيخ؟ الفلسطين في الكويت في الحقيقة يعتمدون على جهدهم، فالفلسطيني أغلب الفلسطينيين يعملون أكثر من دوام، وكثيرون نسائهم تعمل ليعيل أنفسهم. في الحقيقة لا يكاد الراتب مع الغلاء الحالي، لا يكاد الراتب يغطي نصف التكاليف. كل الناس تتشكى، فهم في حتى ضائقة في لبنان الحقيقة، والدول العربية كلها في ضائقة شديدة، ولكنهم يكافحون، والمرأة الفلسطينية مدبرة ومكافحة، وتحاول أن تغزل برج، يعني تغزل بعظمة كما قالوا، يعني إن لم تجد مغزل. نعم. تأتي بعظمة وتصنع منها مغزل وتغزل إن لم تجد مغزل حقيقي. طيب العلاقات بين الفلسطينيين وبين بعضكم كيف؟ الحمد لله علاقات جيدة وحميمة، تظهر في الأعراس، تجد في الأعراس وفي رقصة الدبكة وفي التهاني في الأعياد، هي جميلة، وهنا في علاقات طيبة وحسنة بين الجميع، ولكن نحب أن يكون لنا رابطة تجمعنا أكثر. نعم. حقيقة أنا لاحظت أبو عبد الرحمن أنه عرب الداخل بالذات كانوا من الصنف الأكثر، يعني اللي عاش ظلم كبير من قبل العالم العربي، لأنه هو صمت في أرضه، هذه أرضه في نهاية الأمر. أي نعم. ولم يعترف به إسرائيليا، لم يعترف به عربيا لفترة طويلة، يعني ما تشوف بعد انتفاضة الأقصى عام 2000 وتغيرت شوية الأشياء. الآن بعد حرب تموز في لبنان بدأ نحكي عن عرب الداخل، فهمتني كذا. كيف علاقة عرب 48 عرب 48 كيف علاقة فلسطيني الشتات وفلسطيني غزة وفلسطيني رام الله بعرب 48؟ في الحقيقة رب ضارة نافعة. نعم. عندما سقطت بقية فلسطين وأجزاء من العالم العربي في عام 67، فتحت إسرائيل الحدود وجعلت أصبحت فلسطين كلها تحت حكم اليهود، فسمح للعرب 48 المنفصلين في خارج إسرائيل وداخل إسرائيل أن يتلاقوا، وكان في هذا صحوة، كانت هناك موجة من الأسرلة أو التهويد تقريبا للمجتمع اليهودي في داخل فلسطين. فلما جاءت احتلال 67 دمج المجتمعين، وكان هناك مصاهرات، وكان هناك زيارات، وكان هناك فرح عظيم بلقاء بعد غياب عشرات السنين، فكانت وظهرت كما ترين رائد صلاح ليس فردا، معه الآلاف. صحيح. الحقيقة صحيح. وعندما اشتد الضيق ومنع الناس من وصول المسجد الأقصى أصبح يسير القوافل لحماية المسجد الأقصى. صحيح. أنا التقيت به في مؤتمر اسطنبول مؤخرا. أين؟
له جمهور كبير ما شاء الله في داخل إسرائيل، يأتون للدفاع عن الأقصى عندما حجز الفلسطينيون في الضفة عن الوصول إليه، أو أغلبهم منعوا. الله يقويه وينصر الرجل هذاك وأمثاله طبعا، وكسر من أمثاله. أنا أرى الآن لو نظرت أنت كم قدم على فلسطين من اليهود وكم قدم على فلسطين من العرب، في الحقيقة هناك حضور عربي كبير. إن كان هناك 5 ملايين يهودي فهناك ما يقارب 5 ملايين عربي، بالرغم من مذبحة دامت أكثر من 60 سنة. فماذا سيفعل اليهود بعد ذلك وعندهم الولودات اللواتي يلدن الأبطال؟ نعم، على ذكر الشيخ رائع صلاح، يعني أنا التقيت به كما قلت لك في اسطنبول، المؤتمر الأخير كان مؤتمر ضخم جدا بقطع النظر عن إيش ما الفائدة منه، لكن أنا على يعني كأنني لمحت عنوان فيه تركيا أو عن الأتراك أو شيء. معذرة، هذا ليس تجسس، ها؟ الأوراق أمامك. فإيش القصيدة هذيك يا شيخنا؟ في الحقيقة أنا كنت أسمع أن شاعرا مصريا لعله أحمد شوقي لما ظهر أتاتورك في تركيا ورد الحلفاء عن مضيق التردنيل، وطبعا بالشعب التركي المجاهد، فقال أحد الشعراء قصيدة طويلة ومثيرة: يا خالد التركي جدد خالد العربي. ولا أحفظ القصيدة في الحقيقة إلا هذا الجزء من البيت. فهذه أوحت إلي بأكون أقول قصيدة بعد فوز أردوغان في الانتخابات وسماحه لهذا المؤتمر الذي عقد في إسطنبول وكان فيه الآلاف من المهتمين، حربه الصهاينة بكل ما أوتيوا بالقضية وحربه الصهاينة ولم يفلحوا. صحيح، أفلحوا في منع مؤتمر في دمشق، ولكن للأسف ولكن لم يفلحوا في منع مؤتمر في تركيا. قلت في هذا المجال ما يلي: يا فارس التركي، هذا فارس العربي، دو النفير فمزق صفحة العتب، لما رأيتك للإسلام منتسبا طرنا إليك، لما رأيناك للإسلام منتسبا طرنا إليك وفارقنا أخا النسب. القدس نادت وهذا يوم شدتها، فركا إلى الجد لا تركا إلى اللعب، أسرج حصانك إن القدس في خطر تحت الحصار وفيها 1000 منتهب، واصفع بكفيك كذابا وكاذبة، واصحب فريق الفدا والعلم والأدب، لله درك لا تغضب لطائفة باعت كرامتها بالخبز والذهب. بادر أخي فإن القدس هددها، هذا الغريب أتى بالموت والكرب، القدس تدعو إليها كل ذي ثقة، تدعو القريب وتدعو كل مغترب، من الأناضول تدعو كل داهية، يغشى حشود العدا بالسيف من صبب، هذا صلاح الفدا لم يسترح أبدا حتى تحررت البلدان بالغضب.